جهود كبيرة تقوم بها وزارة الآثار المصرية ظهرت جلية في عام 2017 بكم من هائل من الاكتشافات الاثرية. اكتشافات تستكمل حلقاتها الآن في العام الجاري 2018، كان آخرها اكتشاف علماء آثار هياكل عظمية لثلاثة رجال من عائلة واحدة في تابوت مصري قديم مدفون بمدينة الإسكندرية الساحلية، يعود للعصر البطلمي في القرن الثالث أو الرابع قبل الميلاد. والذي يبلغ وزنه قرابة 30 طناً وقد أثيرت حوله الكثير من الحكايات والشائعات اكتشافات تلو الاخرى كان من ابرزها ايضا اكتشاف مقبرة حطبوت في منطقة الاهرامات بالجيزة والتي تضم مقابر لكبار الموظفين من الدولة القديمة بالاسرة الخامسة اضافة لعدد من النقوش الفرعونية لصناعة المراكب واوراق البردي كما شهد الشهر نفسه اكتشاف ثماني مقابر اثرية في منطقة تون الجبل في المينيا تحوي مومياوات لكبار الكهنة في الدولة الفرعونية الحديثة تعود لقرابة ثلاثة الاف عام هذا بالإضافة لعثور بعثة مصرية ألمانية على حجرة دفن وورشة تحنيط تعود لأكثر من ألفي عام في منطقة سقارة إضافة إلى جبانة تضم عددا من الأثاث الجنائزية وسط توقعات من متخصصين بأن تبوح ورشة التحنيط المكتشفة بأسرار جديدة عن المكونات الكيميائية للزيوت التي استخدمها المصريون القدماء في تحنيط موتاهم وكان قد سبق كل هذه الاكتشافات اكتشاف تمثال المطرية الذي يعود للملك رمسيس الثاني يذكر أن وزارة الآثار استردت 855 قطعة أثرية من مختلف دول العالم خلال ستة أشهر من النصف الأول للعام الجاري منها 23 قطعة أثرية من قبرص وفرنسا اضافه الى استرداد حوالي 440 قطعه اثريه من دوله الامارات واسترداد 340 من الاردن واكثر من 50 قطعه من المكسيك وسويسرا وفرنسا وانجلترا، بالاضافه لاعلان لجنه الاثار المسترده عوده 91 قطعه اثريه من اسرائيل قريبا بعد التاكد من انها مصريه وخرجت بطريقه غير شرعيه. اسراء سعد الحياه في مصر. برحب بحضراتكم من جديد مشاهدينا الكرام في الحياه في مصر ضيفي وضيف حضراتكم انا عن نفسي سعيد جدا انه معايا النهارده في الحياه في مصر لاني عرفته من حوالي عشر سنين من سنه 2008 فاتوا آه او من 10 سنين فاتوا قبل ما يتقلد المنصب الاكبر للاثريين في بلدنا الامين العام للمجلس الاعلى للاثار شفته بعيني وهو بينقب وبيحفر وبيتابع وبينظف وبيرمم الاثار في محافظه الاقصر عنده ما شاء الله من الكاريزما درجه كبيره ورائعه لانه بيوصف لحضراتكم المعلومه فهيئه حكايه او قصه مسليه ضيفي وضيف حضراتكم الدكتور مصطفى وزير الامين العام للمجلس الاعلى للاثار يهلا اهلا وسهلا بك اهلا <applause> استاذ <applause> كمال مشرفني يا دكتور مصطفى لا شرف لي انا ربنا يعز حضرتك في البداية نتكلم على مبروك انتوا عندكم ما شاء الله انتوا مسيطرين على الإعلام اليومين دول عشان الاكتشافات الكتير اللي بتطلع في سقارة وبنتكلم في في أسوان وبنتكلم كمان في اسكندرية وأنت كنت بنفسك في اسكندرية نتكلم أكتر عن الاكتشافات الجديدة وبالأخص اسكندرية هنعمل ريفرشمنت تذكرة للساده المشاهدين ونبدأ ونقول من أول نوفمبر 2016 الفترة من بعد الثورة وزارة الآثار ما كانش فيه الإمكانات المادية المالية المتوفرة عند وزارة الآثار عشان نقدر نعمل حفاير تمام الحقيقة مع تقلد الدكتور خالد العناني وزير الآثار كان سعيد الحظ وشه حلو على وزارة الآثار ابتدت الحركة السياحية تتحرك شوية ابتدى يبقى فيه فلوس سألته في نوفمبر 2016 مع الوزير أنا كنت ساعتها مدير عام آثار الأقصر في فلوس في ميزانية قال في فلوس نبدأ حفاير الفرحة كانت ياه لا توصف. الأسرين والعمال ورئيسة العمال والغفر والحرس ومشايخ الغفر والكلام ده كله كله فرحان ان دي حاجة بتجري في عروقنا. وفعلا بدأنا في 11 2016 آه كام شهر واكتشفنا أول مقبرة في دراع أبو النجا. مقبرة جميلة بالاف التماثيل بالتوابيت بالمومياوات حاجة كانت رائعة. فكرنا كان موجود فين؟ أو كانت موجودة فين؟ كانت في دراع أبو النجا البر الغربي في الأقصر. البر الغربي تمام. في يوم الإعلان الكشف كان 18/4 ودي كانت هدية مصر للعالم أجمع لأنه ده كان يوم التراث العالمي. إحنا ادينا هديتين من الأقصر أهدينا هديتين للعالم كله إن إحنا كان الصبح الكشف عن المقبرة وبعد الظهر كان تمثال رمسيس اثنين في معبد الأقصر اللي كان متكسر من 1600 سنة ملقى على الأرض جميع البعثات الأجنبية اللي مرت على الأقصر محدش قدر يتقدم بترميم هذا التمثال تمثال احنا بنتكلم على 12 متر ارتفاع بنتكلم على وزن 65 طن بنتكلم على 57 جزء متدمر من 1600 سنه وتماثيل رمسيس معروفه انها ضخمه للغايه انت بتشوفها في في ابو ازاي بالظبط كده فبايادي مصريه برضو خالصه عشان الكلمه الم... اللي اتكررت كتير دي بايادي مصريه خالصه اتعمل الترميم ده عملنا الترميم بقى على الترميم لان حضرتك فاكر يعني مواقع التواصل الاجتماعي والانتقادات الكبيره اللي كانت على الترميم اللي موجود في المتحف المصري طمنا اكتر على الترميم لا على فكره آه فخامه الرئيس لما قال النهارده الشائعات 21000 الف في ثلاث اشهر يعني. لا نضيف عليهم اثنين ثلاثه تاني <applause> اسكندر الزئبق <مم. تصفيق> الحاجات اللي هنخش على اسكندريه آه فيعني في في نيجي نتكلم على آه مولياكن. لو بدانا في الكرمك معابد الكرمك احنا كنا بنزيل ترميمات قديمه اللي كانت معموله بالاسمنت الاسود وبنعمل مونه جديده مونه حديثه ما ينفعش اصلا ما ينفعش بس معذورين اللي عملوه ده الفرنسويين مثلا في السبعينات في الستينات كانت المادة الربط الوحيدة في الوقت مم. ده فأنا ما اعتبش عليهم بالفكر ده من أربعين سنة ومن 50 سنة ومن, ومن 60 سنة بس مش مصريين اللي عملين. اللي عملوا كده لا مش مصريين لكن عشان احنا دايما بنلوم المصري لو عمل كده لو كان لو اجنبي بن يعني بنغفل لا لا, في لا انا لا هلوم المصري ولا الاجنبي حتى لو كان عمله مصري لان دي كانت المادة الربط الوحيده في الوقت ده، احنا بنعمل ايه؟ بنعمل ابديت، بنعمل تحديث، بنشيل الماده الوحشه، طب بس عشان نفهم الساده المشاهدين ليه؟ ليه الاسمنت الاسود وحش؟ الماده كانت الوحيده في سنه 60 في سنه 70 طب ليه وحشه؟ اسمنت بيقفل مسام الحجر الرملي فما بيخليش الحجر الرملي يتنفس، ما بتطلعش الرطوبه فيبقى يقلب الى باودر بعد مرور عشرات آه. السنوات، احنا دلوقتي بنعمل ايه؟ بنحط ماده جير رمله خلطه كده معينه بتسمح بتنفس الحجر ما تكتمهوش فما يقلبش الى باودر، يعني الشغل اللي بنعمله عشان كده بنشوف الحجر او التماثيل دي بقى لها الاف السنين عايشه لغايه دلوقتي اكفأ مرممين مش بجامل انا مش مرمم لكن انا بقول اكفأ مرممين حاليا في العالم المرمم المصري. ايه دليلك يا مصطفى يا وزيري؟ اه لا لا استنى إحنا عندنا يجي 260 بعثة أجنبية تعمل في مصر. بص كده على جميع المرممين اللي معاهم كلهم مصريين، لكن لو قلنا من 10 و15 سنة كان فعلاً أجانب، دلوقتي المرممين المصريين عندهم مدارس، أنا متخصص في الفخار ترميم الحجر أنا متشوق أعرف يا دكتور مصطفى معلش أنا المقاطعة بس يعني عارف الآثار ده فيه شوية سسبنس كده وأنت بما أنك قلت لي في عبر الاتصال التليفوني وقلت لي إن أنت أول واحد دخلت براسك جوة التابوت ما خفتش ما قلقتش بلاش حتى لعنات الفراعنه لان خلي بالك ان في اثري صديق يعني قال لي ان في لعنه في التابوت ده اثري هو اللي قال لي كده في يومها قبل فتح التابوت طبعا فانت ما خفتش وانت اثري برضو متاكد انه اثري اثري آه طيب لا ما خفتش بس خفت على زمايلي وخفت على اللي معايا ليه ادي الغطا بتاع التابوت وادي القاعده احنا شلنا حته ملاط مورتر ماده اللحام ماده اللزق شلنا حته كده فانبعثت ريحه كانت صعبه عاده انا ما ابدا في ايه الموضوع غير ان دي موميا والموميا فيها نوع من انواع التعفن او نوع من انواع الفانكس الفطر مم. نوع من انواع الجيرس البكتيريا ونفتيريا. الكلام ده كله عده انواع فانا تخيلت كده على اول وهله ده في حد, حد ذاته يخوف طبعا طبعا يخوف بس احنا برضو عاملين حسابنا احنا لابسين الماسكات ولابسين جوانتيات مش حالقين قوي منعمين الدقن في اليوم ده عشان المسام ما تبقاش مفتوحه. <applause> الواحد كان عامل حسابي يعني على احتياطي <applause> للوضع ده، المهم طب تعالوا نطلع فوق كده بس الاعلاميين هناك والخبر اتسرب سبحان الله، انا قلنا ده نطلع بس نريح كده شويه وناخد نفسنا وقلت لهم يعني عشان ريحه يحصل تجديد في الهواء داخل هذه الدفنه. طلعنا فعلا ريحنا تقريبا ساعه ساعه وربع ونزلنا تاني بس غيرنا الماسكات، لبسنا الماسكات اللي فيها الكربون والجوانتيات ونزلنا تاني آه يلا نرفع، مين اللي رفعوا التابوت؟ جماعه الصعايده اللي بيشتغلوا آه ب... بنفس فكر المصري القديم، يعني ايه؟ يعني بيشتغل بالعتل بيشتغل بحاجه اسمها المواسير اللي هي الدرافيل مه. بيرفع بحاجه يعني زي الحاجه بيسموها العفريته بيرفع بخشب ويدقر ويحط خوابير خشبيه نفس فكر المصري القديم بالظبط اترفع تقريبا 20 سم وهنا كانت القصه انا هنا ترددت لمده عشر ثواني اقول لحد من الزملاء ادي الترش ادي البطاريه وخش شوف الدنيا شكلها ازاي وبعد كده قلت يبقى عشان الشائعات هيقولوا خايف على نفسه بيضحي بينا م. لا ما. طب لو سمحتوا ودي على فكره كان كان الكل بيصور وفي كاميرا بتاعت المجلس اللي على الاثار بتصور للتوثيق وكاميرا كانت للقوات المسلحه بتصور للتوثيق فانا الحقيقه كان دخلت على الجبهه انت دخلت على الجبهه القائد كان على الجبهه دخلت بصيت كان هنا الخضه فطلعت يعني متضايق شويه مخنوق شويه مش من ريحه ولا حاجه مخنوق متضايق ديسابوينتد ما توقعتش ان هي تكون هياكل عظميه ويا ريت هياكل عظميه وبس لا ده مياه الميه وريحتها صعبة شوية. في ايه؟ لو في صور للمنظر ده هنلاقي فوق على ارتفاع 3.5 متر تقريبا من القاعدة في البيارة. بيارة بيسموها بيارة اسكندراني يعني م. الاربع جناب خرسانة وتحت مفتوحة. كان في بيت قديم في المكان ده. القصة ظهرت لما كان مواطن تقدم بطلب للوحدة المحلية والمحافظة ان انا عايز اعمل احلال وتجديد، اشيل البيت القديم وابني بقى برج زي الابراج المقامة م. حوالين هذه المنطقة. فعادة احنا كوزارة الآثار لنا حاجة اسمها إشراف لأن المناطق دي مخضعة إشرافيا تحت وزارة الآثار يعني أي حد يحفر يجي يبص وزارة الآثار حتى الأرض ملك المواطن نبص فإني ظهرت بعد خمسة متر تقريبا هذا إيه هذا التابوت نرجع تاني نقول المية بيارة موجودة فوق المية تسربت ده فسرت اللي كان موجود على جدار الدفن هو نازل حاجه زي العفن كده المهم الميه اتسربت من كسر في الناحيه الشرقية من التابوت المية ابتدت تتسرب على مدار 40 سنة ولا 50 سنة المية دخلت فين دخلت هذا التابوت طبعا المية قاعدة ما تتسربش المية ليه ما تتسربش ده جرانيت يعني دولة مسام. موجود وجود المية مية الصرف دي كان زمان التوابيت نفسها بحالتها اللي كانت موجودة عليها التابوت كان ممكن يبقى بحالته هو التابوت كده كده بحالته ما فيهوش ما فيهوش مشكله الجرايد ما يتاثرش على على, الـ على الـ ما بداخل التابوت كان ممكن ان احنا نلاقي مومياوات انا بتكلم على المومياوات مومياوات لكن بالنسبه للميه دي انت عارف ماده الامونيا شكلها ايه اه التركيز بتاعها شكله ايه طبعاً النوع من انواع الكيميكال رياكشن او التفاعل الكيميائي اللي حصل وادت الى مثلا تحلل كذا ده اللي ادى كمان اللون اللون الاحمر ماده الراتنج اللي بيتحنط بيها المصري القديم ماده دي زي زي ما تسمى القطران، الطار، الزفت، البلاك الماده دي فلما حصل مع الميه ادت اللون اللون الاحمر اللي سبحان الله يعني بلعنا كان من حفره كان اللي هي كان احمر مش زئبق احمر. <applause> بلعنا من حفره وقعنا في حضيره طلعنا من قصه الاسكندر الاكبر وقعنا في قصه الزئبق الاحمر. أيوة <applause> المهم انه الـ الـ القوات المسلحه جابت لنا مكنة كوبوتة سحبنا المية فابتدت الإشاعة لقيت معالي, الوزير اللي كان بيتابعني كل ساعة تقريبا دكتور خالد علي بيتصل بيه آه، مصطفى إيه حكاية السائل الأحمر مش عايز مكسوف أقول لك والله بس الصرف الصحي ودي مياه مجاري قال لي ما ايه حكايه اللي الناس بتصور بتقول انه في زئبق احمر قلت لا اله الا الله هنطلع تاني مني. طيب حاضر احد احد الزملاء المرممين كان بيملى بيملى شويه شويه ميه كده في جيركن المهم صبها قدام الاعلاميين وعشان يبقى عارفين ان ده دي ميه وقال وقال انه مصطفى هيطلع بعد كده من البير وهيقول في مؤتمر صحفي كده صغير هنقول ايه القصه وايه حكايه الميه اللي ولقينا ايه في التوابيت المهم اتسحفت الميه بدا ظهور الثلاث هياكل العظميه بدايه طبعا الثلاثه تلاتة الاسكال انه اعلى من الهياكل العظميه اعلى من العظم الملامح بتقول ملامح يعني اثنين كانوا متاكدين منهم اول في الموقع نفسه في الدراسه المبدئيه اثنين رجاله ملامح فيها فيها صرامه كده وجنتين شداد عظمه كده كبيره اه السن مثلا من 40 سنه اكتر اقل رينجها بس المفروض الدفنه دي الواحد لكن أيوان وقفنا بقى عند الجزئيه دي علشان الشائعات كان كتير قوي وبعدين شائعات ما تخش الشائعات يعني ايه ثلاث اه اه هياكل عظميه لشخص واحد فيعني ايه كلام حضراتكم ممكن يكون مفسر غلط <applause> ما هو ده صعب يعني انا مش هتعمل مش هقدر مش هقدر افسر الحقيقه مش هقدر افسر لما لما شفتك في 2008 في الاقصر كان <applause> ليك مرحله عمريه بجمه مختلفه عن دلوقتي عن ما كلام, كلام ما كلام ما يتردش عليه يعني ايه مراحل عمريه لشخص واحد مختلفه بثلاثه جماجم وازاي الناس تصدق ده يعني انا بقول ده حتى علشان ننفي في شائعه كانت بتتردد على مواقع التواصل الاجتماعي ازاي الناس تصدق ده ان يبقى شخص واحد ليه ثلاث اجساد يعني كل واحد يحكي براحته يعني خلينا في الكلام العلمي مش اللي دايما احنا متعودين عليه كوزاره الاثار ان احنا نتكلم بالاسانيد بنتكلم بالعلم بس بنتكلم بس دايما بل... حوالين مواقعكم وحوالين الاثار الخيال موجود، خيال بيسمح بان اي حد يقول لا استاذ كمال انت عايز تسالني سؤال تاني معلش قول لي ليه شائعات زادت قوي في الاسبوع ده بالاخص نرجع بالذاكره فاكر حاجة الكشف وكان هنا في في المقدمه كشف سقاره بير 30 متر ب 35 موميا بخمس توابيت كشف جزء من اسرار التحنيط العالم كله بيتكلم على مصر يطلع لك شائعه اسكندر الاكبر تطلع منها دي وتتعالج صح بعد مؤتمر صحفي وبيان من وزاره الاثار بنقول فيه يا جماعه ده لا اسكندر ولا ده ملكي ولا نقوش ولا ولا خراطيش ولا هيروغليفي ولا اي حاجه من الكلام ده كله ودي دفنه فقيره لاحد كبار رجال الدوله احد كبار الموظفين حاجه زي كده أعلننا الكلام ده من قبل الكشف وبعد الكشف اكدنا عليه يطلع حد تاني يقول لك لا استنى ده بيسفلته شارع المعز أه وده بيغيره بيعمله سووه ده بقى ومفيش حقيقة الموضوع ده خالص، أبعد ما يكون عن الحقيقة مش كده برضه، نزلت الكاميرات، نزلت الجهات الأمنية والجهاز الرقابية، صورت ووثقت إنه حاجة بعيدة تماماً طيب، على جزئية أسرار التحنيط، عايز أعرف من حضرتك هل توصلتم ليها بالفعل ولا لأ؟ وكمان عايز أدخل في جزئية تطوير منطقة الأهرام، إيه اللي هيحصل فيها في الفترة المقبلة؟ لأن عانت كتير أو في الفترات اللي فاتت، بس اسمح لي بعد الفصل مستمرين مع حضراتكم في الحياة في مصر، ولكن بعد فاصل قصير المشيات ولسه متابعين مع حضراتكم الحوار الممتع اللي انا عن نفسي سعيد جدا بيه مع الدكتور مصطفى وزيري الامين العام للمجلس الاعلى للاثار وكان بيحكي لي في وسط الفاصل على كاتب بريطاني دعا وعمل دعوه لشرب اكسير الحياه او السائل الاحمر اللي موجود في التابوت اللي طلع في الاخر صرف صحي. والله صحيح عارف كم واحد استجابوا لدعوته؟ اكثر من 4000 واحد استجابوا لدعوه ونداء هذه الشخصيه المهمه م -م. انه يشربوا كاتب مهم كاتب اه ايه مجدد الطاقه م -م. اللي قدر يحافظ على الهياكل العظميه لالاف من السنين ده هيحافظ على صحتنا لو شربناه والكلام ده كله المهم تفاعلوا مع اكتر من 4000 واحد كلهم نادوا ان هم يعني نفسهم يشربوا هذا الإكسير الخاص بتجديد يعني الحياه أهلاً وسهلاً بيهم يعني موجود عندنا كتير منه أهلاً وسهلاً بيهم طيب ندخل على أسرار التحنيط احنا بقالنا بنتكلم على حضاره مصر 7000 سنه و6000 سنه اسرار التحنيط لغايه النهارده ما عرفناهاش ولا اتعرفت؟ لا اتعرفت سر التحنيط اتعرف وكان اخر معلومه كانت مهمه جدا في 10 فبراير 2006 في وادي الملوك. 10 فبراير 2006 اوتو شادن عالم اثار امريكي جامعه ممفيس اتعملت حفاير وطلع مقبره تسمى كي في 63 في وادي الملوك قريبه من مقبره توت عنخ امون. المقبره دي كانت اللاب المعمل بتاع الامبالمرز او بتاع المحنطين وتلاقت فيها توابيت وتلاقت فيها جارز 28 زلعه اللي فيها مواد التحنيط ملح نيترون السيدز الحبوب اللي استخدموها الاعشاب اللي استخدموها اللينن الكتان متاح الحاجتين الجداد في يوميها دي تم الكشف عن ماده الارثه <applause> السينمن اه عشان طرد الروائح الكريهه اللي كانت بتستخدم بقى تحشى في داخل داخل الاحشاء تمام الحاجه الثانيه بزر يسمى بذر النبق البذر النبق ده كان بيطحن ويتحط على الجرح يعني يعمل ما يسمى بالعمليه الجراح عمليه التجميل لازاله اي نتوءات او عشان ده كان حاجة بديل للفورمالين اللي موجود حاليا اللي ممكن تحفظ بيه اي شيء لسنين طويله بالظبط كده وماده الراتنج اللي كانوا بيستخدموها كا و و والاواني اللي فيها اسماء الزيوت اللي كان بيستخدمها المصري القديم امال الكشف الاسبوع <applause> اللي فات ده كشف ايه جديد الزيوت لقينا نفس الاواني بس الحمد لله بقايا الزيوت كانت جواها فدلوقتي بعتناها الاواني دي لمعمل ثانيه واحده يا دكتور مصطفى يعني ثانيه واحده انت بتتكلم من الاف السنين لسه بقيت الزيت موجود ازاي بقايا الزيوت بقايا الزيوت اه كانت موجوده انت لو عملتها الكلام ده ودي حاجه مش جديده مع القرفه ما هي موجوده والحبوب والقمح والشعير والحنطه والكلام ده كل الحاجات دي كلها ما هي موجوده موجوده طالما حفظتها حفظ جيد آه في اواني مخصصه لها آه طبعا يتم حفظها تماما فالاواني دي اتحفظت اتحفظت داخل المقبره اثر عليها ما نوع من انواع تجديد الهواء المقبره محفوظه تماما بعيد عن اي تفاعل خارجي مع الجو الخارجي فتقدر تحافظ عليها تماما الاواني عليها زي... عليها اسماء الزيوت عارفين اسماء الزيوت عندنا كتب كتيرة اتكلمت عن سر التحنيط وكشف سر التحنيط والبرديات والى اخره لكن المهم اسم اسم الزيت موجود وتفر الاسم اسمه كده هيروليفي يعني تقدروا دلوقتي كاثريين او حتى علماء ممكن يتخصصوا في التحنيط يعني ممكن يبقى في علم جديد علم التحنيط يحنطوا زي ما قدماء المصريين حنطوا وتفضل الجثة أو الجثمان موجود لعشرات السنين بلاش آلاف السنين لأن مش هنعرف أولا التحنيط ده بيتعمل اوريدي من من عشرات السنين لتعلب لاسد لدب ما ايه لكن ما بيقعدش ليه ما بيقعدش عشان عده اسباب المصري القديم كان بيدهن الجلد بزيت عشان يحافظ على نعومته شويه تمام. ثم يحط عليه ماده الراتنج اللي هي القطران او الزفت او عشان يمنع تفاعل مع الجو الخارجي اه فهمت تمام وبعد كده لفائف كتانيه انت عشان تعمل حاجه مثلا زي القطه زي الكلب الصغير زي الديب زي الثعلب زي الاسد انت مش عايز تخفيه انت بتعمله عشان تحطه كديكور بزبط. عشان كده التفاعل الخارجي مع الجو يؤدي الى تحلله يؤدي الى تعفنه يؤدي الى تاكله في خلال فتره وجيزه عده سنوات لكن لما يحفظ في مكان مكان محفوظ او مثلا تابوت زجاجي او كده زي مثلا بعض القديسين اللي موجود في في بعض الكنائس في اوروبا ممكن تلاقيه القديس موجود في تابوت زجاجي ده عادي يحفظ كده اهم حاجه ما يحصلش نوع من انواع التفاعل مع الهواء الخارجي عشان ما يتحللش الجثمان عشان كده المصري القديم كان بيفرغ كل السوائل من داخل الجثه دي عشان يبقى في نوع من انواع الجفاف تماما ثم يحشي من جواها باملاح بكتان بقش بالقرفه بمواد تانية وبعد كده يلف ويعزل تماما عن الهواء هدف التحنيط ايه المصري القديم لا مش بحث المصري القديم كان يعلم تمام العلم ان هذه الحياه هي الحياه الاولانيه اللي هتنتهي سون اور ليتر اجلا ام اجلا هتنتهي هذه الحياه اما الحياه الاخرى هي الحياه الابديه تعرف ان المصري القديم هو الخلود احنا تعرف درسنا كده من زمان تعرف ان المصري القديم ما كانش يخاف من الموت كان بيقول ايه انا رايح لحياه ما بعد الموت شوف الكلمه انا رايح لحياه ما بعد الموت شوف الفخر بتاع المصري القديم كان يقول ايه مم. وما كانش بيخاف من الموت ده فكر المصري القديم يحنط عشان عارف انه في حياه ما بعد الموت مره اخرى عشان يبعث بهذا الشكل مم. ده شيء جميل للغايه منطقة الأهرامات أنت شايفها إزاي؟ وشايف التطوير فيها هيكون سهل ولا هيكون صعب؟ أنا شايف إنه موضوع مهم اتأخر شوية لكن ما ننساش المشاكل والشكاوى اللي الكل رصدها جمهورية مصر والعالم كله كان رصدها اللي بيقول بطلع مش عارف بخمسة دولار وبنزل بعشرة دولار آه هنا غلس عليا هنا هنا حالة السياح كانت سيئة مثلا هنا الحاجة الساعة بجنيه لا جنيه لا ده جنيه لا اي مين نوبيان باوند بجنيه نوبي لا جنيه استرليني لا جنيه هيروغليفي يعني الكلام اللي كان بيحصل من نوع من, من, من انواع التلاعب بالالفاظ لكن دي برضو كانت فئة صغيرة مش 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 قاعدة عامة ده واحد اتنين بيتم تطوير هذه المنطقة ومحدش يرفض ابدا للتطوير هنحافظ على اهالينا اصحاب الدواب هنحافظ على اهالينا اصحاب الكارتات هنحافظ على اهالينا الجمالين اصحاب الخيول هيبقى في مكان للتريد مكان كبير جدا مكان واسع هيتعمل دعايه غير عاديه انا, أنا ضد قفل بيوت حد انا مع المحافظه عليهم بكل تاكيد وكل المصريين كده بس في نفس الوقت التقنين بشكل محترم هم يعاملوا السياح والمصريين كمان بشكل محترم وكمان هم يسترزقوا يعني الاتنين يكونوا في يكون في مكسب للاتنين هو أنا لما عامل السائح بشكل لذيذ لا مش راجع تاني طبعا لما المرة دي أنا أخدت خمسة جنيه ورجع لي تاني مش خمسة والخمسة الجديد يبقوا عشرة يبقى في مكسب وهو يعلم تماما البائع أو المتواجد هناك يعلم ارتباطه بالسياحة الكل تأثر احنا مش هنكذب على بعض الكل تأثر سلبا بفترة 2011 وما بعدها م. الكل قفل بيوت الكل كان مع عربيه زيرو بحها وجاب مستعمل اللي كان مستعمل بحها وجاب عجله اللي بقى العجله اتمشى على رجله اللي كان بنته وابنه في مدارس كويسه الى حد ما خلاها كده مدارس حكوميه البعض اللي كان بياخد دروس خصوصيه لا خلاها يطلع مع, مجموعات خارج لا كل اتاثر ما حدش يقدر ينكر الكلام ده وخاصه في المدن او المحافظات اللي ليها اتصال مباشر بالسياحه <applause> ومناطق المعينه زي منطقه القلعه، زي منطقه مصر القديمه، زي منطقه القاهره التاريخيه، زي منطقه الاهرامات، زي منطقه الاقصر، زي اسوان، المناطق دي كلها تاثرت سلبا ب بانخفاض السياحه بانخفاض السياحه. بس انخفاض السياحه برضه كان بايدينا يعني نوعا ما، طبعا كان في جزء خارج عن ارادتنا بالامور والتوترات اللي حصلت، وكان في جزء بايدينا ان احنا مش بنعامل السياح كويس عشان يرجع لنا تاني. هو السائح كان الإنجليزي مثلاً كان بيرجع، طبعاً السياحة الإنجليزية دلوقتي متوقفة لشرم الشيخ، بس كان الأول هو والروسي بيرجعوا لشرم الشيخ على طول ليه؟ علشان كانت المعاملة حلوة، بيلاقوا الناس بتستقبلهم كويس ويعيشوا في فنادق كويسة، فبيرجعوا على طول، أنا قابلت سياح إنجليزي هناك شايفين شرم الشيخ دي جنة الله على الأرض. فالمعاملة الكويسة ترجع تاني. دي صح ودي دعوة من منبرك الكريم للعاملين والمتعاملين في قطاع السياحة مباشرةً مع السياحة، أرجو حسن المعامله، حسن المعامله انا مش هدي مثل بدول جيران دول اخرى <applause> طريقه تعاملهم مع سائح ايه؟ انا مستغرب لدوله تونس ما فيش مشكله خالص انه عندها 13 مليون سائح سنوي ما شاء الله 13 مليون سائح سنوي وعلى ايه؟ مع احترامي على ايه؟ البحر إيه؟ متوسط بس سياحه السفاري سياحه السفاري الصحراء احنا عندنا عده انواع من الصح... من, من من, السياحة, السياحة, اللي موجوده في مصر كلها بالتاكيد طيب اسمح لنا هنخرج لفاصل وبعده على طول نتابع مع حضرتك جزئيه تطوير الاهرامات وكمان نتكلم على حمايه اثارنا اللي موجوده بالفعل والاكتشافات اللي تمت في الفترات اللي فاتت مستمرين مع حضراتكم في الحياه في مصر بعد فاصل القصيد مشاء الله ومكملين مع حضراتكم حوارنا مع الدكتور مصطفى وزيري الامين العام للمجلس الاعلى للاثار ودكتور مصطفى انا عندي امنيه بتمنها من فتره كبيره جدا ونفسي انها تتحقق على ارض الواقع بما اننا بنتكلم على تطوير منطقه الاهرامات ومنطقه الاهرامات عارف ان هي كبيره وضخمه للغايه كنت بشوف دايما الصور الجويه للهرم وبتمنى في يوم من الايام اشوف تلفريك يمر حوالين الهرم بالشكل السائح يبقى موجود فيه على ارتفاع عالي جدا يشوف ويصور الاهرامات بشكل بانورامي من بعد هل ده ممكن يحصل تلفريك لعدد سياحة تجاوز مثلا العشرين ألف سائح في اليوم ما أعتقدش هيبقى يعني صعبة جدا يمكن. دي صعبة جدا أنه يبقى يبقى مثلا بس تواجده قدام الهرم الأكبر أو قدام هرم خفرع أو قدام هرم منكورع صعب أنه يبقى يتواجد في, في مكان واحد قدام, قدام الهرم ممكن السائح يعني يدور حوالين الهرم بشكل بانورامي حاجة وهمية يصور الهرم ويبقى مستمتع حتى ده ممكن ياخد سيلفي كتير ممكن يصور فيديو ويحطه على فيسبوك وهو ماشي لايف مثلا كمان المتحف المصري موجود جنبنا جنب الهرم فممكن مش عارف تشوفوها ازاي انتوا متخصصين المتحف المصري الكبير المتحف المصري لا في في افكار زي كده تقدم تقدمت لوزاره الاثار بربط المتحف المصري الكبير بمنطقه اثار الاهرامات عن طريق تلفريك في حاجات تقدمت يعني كتير موجودة. جدا طب طب لا في في حاجات تقدمت كده بكتير آه. جدا بهذا بهذا الشكل الحاجات دي كلها مثلا تدرس وتشاف طبيعتها شكلها ازاي وخاصه انه تفتكر السياحه دايما بيختاروا موقعين جنب بعض مثلا يدمجهم في زياره الهرم الكبير مع الهرم منطقه الاهرامات مع المتحف الكبير، مم. بعض حين يقول لك يوميه هرم، يبقى هرم سقاره، يوميه بلد ياخد القلعه ومنطقه مصر القديمه والازهر وكل حاجه. حاجه كمان يا فندم، <applause> لو حتى الامكانات محدوده، ممكن نجيب شركه بنظام بالبي اللي يريحنا، الشركه تاخد المنطقه مثلا وهي تعمل التلفريك على حسابها وبعد كام سنه يعني يرجع لنا التلفريك مره ثانيه حساب الدوله المصريه. التطوير على فكره هيشمل حاجات كثيره جدا. عارف حاجه ما فيش عربيه هتبقى داخل الهرم ازاي هيبقى في الكتريك باص اتوبيسات صديقة البيئه تقريبا 50 راكب 60 راكب اكتر اقل يبقى هنا الساح زي زي زي, زي, زي نظام اوروبا حاجه جميله حاجه دمي. وهم بجد والله حاجه وهم زي طفطف كده بس اتوبيسات يركب الساح في حاجه اسمها آه، بيكتشر زون منطقه التصوير منطقه التريد آه، منطقه البانوراما منطقه الهرم الثالث منطقه الهرم الثاني منطقه خوفو ينزل ابو الهول لا حاجه حاجه رهيبه آه، بدايه في 30 اتوبيس 30 اتوبيس ده يتحرك ده يسلم ده يوصل ده يجيب لا حاجه حاجه جميله طب والاتوبيسات الشركات السياحه اللي جايه باتوبيساتها بتركن قدام الفيزيتور سنتر بينزل يعدي من مركز زوار بيتفرج بقى على السكرينز بيتكلم على منطقه الاهرامات قديما احدث الاكتشافات في سينما هتتعمل في مكت... سينما في منطقه الهرم؟ سينما داخل مركز زوار تبريم. مركز زوار من في سينما زي زي المكان كده صغير مثلا انت اشوف الاهرامات بتاعتنا وانا معدي من عليها منوره بشكل محترم مش بس في الحفلات لان هي انا عارف ان هي بتضاء دلوقتي في الحفلات لما يكون الاوتيل اللي جنبها آه بيعمل حفله بيتم اضاءتها وبيدفع فلوس طبعا في الجزئيه دي انا بعتذر ان انا بقول الكلام ده بس ده واقع لا 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 و... مش مش مشكلة ناس حالك. كتير جدا على القصه دي آه. احنا بنتكلم على اضاءه الهرم اللي هو رمز مصر حضرتك بتشوف برج ايفل عامل ازاي مضاء بشكل مبهر فلما يكون عندنا الهرم ده مش هيجيب اضاءه شارع احنا بنوريه الشارع احسن من اضاءه الهرم طب عشان خاطر ما نعملش المقارنه ما بين ايفل تاور وما بين الهرم ليه لانه احنا في الهرم في صوت وضوء في شركه صوت وضوء مم. فالصوت الضوء ده لازم بيخلي الهرم مظلم ثم ينور حاجه معينه لشرح قصه معينه وعلى فكره احنا بصدد دلوقتي عمل سيناريو جديد جدا للصوت الضوء كان تقدمت احد الشركات مم. واحنا رجعنا السكريبت بتاعه وعملنا حاجه نتمن... وهم نتمنى نشوفها في الفتره اللي جايه عملنا إن شاء الله. حاجه وهم عشان كده الهرم مش مظلم الهرم عشان خاطر الصوت والضوء جزيل الشكر يا دكتور مصطفى شرفتني وبسعد دايما بوجودي معاك شكراً, شكر شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا بعد الفاصل مشاهد الله مشاهدينا الكرام حضراتكم هتلتقوا مع زميلتي العزيزة نهاد سمير وقراءة في عناوين ومنشطات صحف الغد أما أنا فبشكر حضراتكم شكرا جزيلا على طيب المتابعة هذه تحياتي كمال ماضي في أمان الله